بجدة أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعا من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان عبد الله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن باجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن هذلول بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن عبد الله، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير الملكي الأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جروي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الله ابن عبد العزيز.